أشاد حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بعلاقات التعاون والصداقة الطيبة التي تربط بين مملكة البحرين وجمهورية التشيك الصديقة وما تشهده من تطور ونمو في العديد من المجالات. جاء ذلك خلال استقبال جلالته في قصر الصخير هذا اليوم معالي السيد توماش بيترشيك وزير خارجية جمهورية التشيك بمناسبة زيارته للبلاد. ورحب صاحب الجلالة بمعالي الوزير التشيكي الذي نقل إلى جلالته تحيات وتقدير فخامة الرئيس ميلوش زيمان رئيس جمهورية التشيك وأطيب تمنياته لشعب مملكة البحرين بدوام التقدم والرقي، فيما كلف جلالته بنقل تحياته وتمنياته لفخامة الرئيس وللشعب التشيكي الصديق بالمزيد من التطور والازدهار. نوه جلالة الملك المفدى بالمستوى المتقدم في مسار العلاقات الثنائية مؤكدا تطلع المملكة لتعزيز وتطوير علاقاتها مع جمهورية التشيك وتنميتها في كافة المجالات بما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهما ويخدم مصالحهما المتبادلة، مشيرا رعاه الله بأن مملكة البحرين ترحب بالجميع دون تفرقة ويوجد فيها منذ عقود طويلة دور العبادة لمختلف الأديان والمذاهب وذلك نابع من تقاليد وعادات أهل البحرين. كما جرى خلال اللقاء بحث عدد من القضايا والتطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. من جانبه أعرب معالي وزير الخارجية التشيكي عن بلغ شكره وتقديره لحضرة صاحب الجلالة على كرم الضيافة وحفاوة الاستقبال والتي حظي بهما خلال زيارته للمملكة، كما أثنى على ما تقوم به البحرين من حرص على التواصل واحتضان التقارب والحوار بين الأديان والثقافات، وأعرب عن أمله بالعمل مع مملكة البحرين لكل ما فيه مصلحة بلدينا وشعبينا الصديقين، مؤكدا سعي بلاده للارتقاء بمستوى تعاونها الثنائي مع البحرين بما يحقق المنفعة المشتركة.